مساء الخير. فيروز هي الموضوع الأكبر على السوشيال ميديا اليوم. بمناسبة عيد ميلادها 81 انتشرت الصور الفيديوز والمعايدات، وهاشتاج من قلبي سلام لفيروز ضل متصدر التوب ترندينجز على تويتر طيلة النهار. أشخاص معروفة من كل المجالات وغيرهم غردوا كلمات أغنية يلي كلنا منعرفها ومنسمعها كتير تعبيراً عن تقديرهم لإلها. وأطلق موقع الجديد الرسمي هاشتاج فيروز العيد يلي تلقى تفاعل كبير مع نشر الموقع كل تغريدة بتحمل هيدا الهاشتاج، وأيضا سلسلة فيديوز موضوعة فيروز. إذا رحنا بنسمع الصبحية شو بقى تسمع؟ ما بعرف، ولا مرة سألت حالي هالسؤال. كل شيء بتسمع. بتسمع حالها؟ بتسمع حالها؟ ما بعرف. بتخيل تسمع حالها لأنه ما في أحسن منها. فيروز. إيه بلكي بتغني لحالها. مش رح تسمع لهيفا يعني. هي ممكن كمان تسمع غنيتها. أغنية. هل تستمع السيدة فيروز لنفسها صباحاً؟ شو بتسمع؟ موسيقى كلاسيكية أكثر شيء. صباح ومساء شي ما بينتسى. تركت الحب أخذت الأسى. ننتقل للعالم يلي رجع على قصر بعبدة بعد ما أقيم احتفال بالقصر الجمهوري اليوم لمناسبة عيد العلم. انتشرت على تويتر وفيسبوك صور العلم اللبناني أو علم الشعب يلي بيبلغ حجمه 15 متر بالطول و10 متر بالعرض، وكانوا هاشتاجز بيت الشعب وعلم الشعب ترندينج على تويتر. أيضا غردوا الكتار جملة الرئيس عون يلي قال اليوم بخطابه: العلم اللبناني عزيز علينا لأنه انسجن معنا 15 سنة. من بعد مهرجان سرايا التوحيد يلي تابع لوئام وهاب بالجاهلية، غرد وليد جنبلاط على صفحته على تويتر جلسة تأمل تصاعدي بالرغم من بعض الضجيج المختلق وسهام ورقية طائشة. لا يرجع يرد وهاب عبر صفحته ويقول: نمور كرتونية لا تستأهل أكثر من صواريخ ورقية. بهونغ كونغ عم بيواجه الشعب مشكلة مش كتير بعيدة عن مشكلتنا، وهي الزبالة يلي موجودة عندهم بكثرة على السواحل وإلى جانب المحيط. اعتصاماً قرروا من أيام قليلة أنه يبلشوا حملة ستوب تراش زيلا، وقام أكثر من 800 ولد بتشكيل وجه التراش زيلا أو وحش الزبالة على شطهم الواسع مثل ما شايفين بالصورة لحتى توصل رسالتهم. مع هالخبر منكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك، إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة.